دلوقتي هنروح لليندا نصبح عليها طبعا وتطمنا على اسعار العملات والذهب وكمان تجاوبنا على سؤال حلقه. صباح الخير عليكي. صباح الخير شازلي. صباح الخير بسند. حملتي مسؤوليه ولا لسه الاول؟ يعني ساعات وساعات. بص يا شازلي، بتحمل مسؤوليه لما اكون قاعده لوحدي في البيت، فلما اكون قاعده لوحدي في البيت ومش لاقي حاجه كلها بضطر ان انا اقوم اعمل حاجه، فبالتالي بفشل كل مره وبلجأ للدليفري برضو كل مره وما بتعلمش. والله دي مسؤوليه كبيره، الناس فاكراها حاجه قليله لكن هي كبيره فعلا. هي مسيرها هتنجح طالما بتحاول، بس هو الاهم ان اللي في البيت يسيبوكي فتره كبيره في البيت لوحدك. ما انا بلجأ بقى للدليفري بقى، مش بتعلم في الاخر برضو مفيش حوالات كلها بتبوء بالفشل. مفيش امل. مش مشكله. اتفضلي يا ليندا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.21، أما الشراء فسجل 19.14. اليورو البيع سجل 19.16، والشراء سجل 19.08. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.73، والشراء سجل 22.63. الفرنك السويسري البيع سجل 19.92، والشراء سجل 19.84. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، والشراء سجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.11، والشراء سجل 5.09. الدينار الكويتي البيع سجل 62.49، والشراء سجل 62.15. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.23، والشراء سجل 5.21. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، فعيار 18 سجل 920 جنيه للجرام، اما عيار 21 فسجل 1073 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1226 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سجل 8584 جنيه. دلوقتي مشاهدينا هنرجع لباسانت وشاذلي عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليك. شكرا ليك يا ليندا.